أنا أجزم أنه ليس في المؤسسات العقابية الجزائرية من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق أي صحفي رهن الاعتقال بسبب عمله الصحفي، وهذا لسبب بسيط وهو أن القانون الجزائري لا يسمح بإصدار عقوبة سالبة للحرية ضد أي صحفي بسبب ممارسته لمهنته كصحفي، ولكن إلا وأنه الصحفي يبقى مواطن، الصحفي يبقى مواطن وفي حال ارتكابه لجريمة من جرائم القانون العام فإنه يتابع ويحاكم وفقا للقانون وفقا للنص المجرب للفعل المرسوم إليه. وفي علم الصحفيين الموجودين اليوم رهن الحبس المؤقت في الجزائر هم محل متابعة من أجل جرائم القانون العام ولا علاقة لهذه الوقائع بالعمل الصحفي وإن كانت تحت غطاء عمل صحفي.